نشرح للناس الأسماء الإعلامية العالمية الكبيرة في هذه الصناعة اللي موجودة حوالينا. طبعا احنا عندنا الناقلين الكبار دازون وسكاي سبورتس، عندهم فرق كاملة للتحليل للانترفيوهات. المذيع الشهير أودي أولاديبو على شمالنا هنا، واحد من المذيعين الكبار جدا في عالم الملاكمة، وأسماء كبيرة من الصحفيين الكبار جدا اللي بيغطوا الملاكمة، بيغطوا الأبطال دول من سنين طويلة، ولذلك هم مش بيواجهوا مشكلة في الحديث معاهم أو مثلا إن هو يديله تصريح، لأن هم بيغطوهم من سن صغير جدا. أبرزهم جارث ديفيس الصحفي في التلغراف اللي مختص بشؤون الملاكمة، واللي اتكلم النهاردة عن الرياض سيزون، عن موسم الرياض، وعن أهمية الكار دوت، وعن كون المستشار التركي آل الشيخ الشخصية الأكثر تأثيرا في عالم الملاكمة في الفترة الأخيرة. كل وكالات الأنباء البريطانية العالمية، قنوات الرياضية حتى اللي ملهاش حقوق البث، موجودة مستنية تاخد تصريحات من الملاكمين، لأن الاهتمام البريطاني بالحدث دوت الويكند الجاي يوم السبت، بريطانيا هتعيش على إيقاع الحدث دوت، رغم أنه هيبقى فيه منافسات رياضية، هيبقى فيه دوري إنجليزي بيتلعب، لكن أعتقد أنه ويمبلي ممتلئ بالجماهير بمئات بعشرات الألاف، ما يصل لمئة ألف متفرج، يستطيع أن يغطي على كل ما حوله من أحداث رياضية في هذا اليوم. إيدي وارن أكبر من أكبر يعني الناس اللي بينظموا مباريات عالمية للملاكمة، أيقونات يعني في عالم الملاكمة، ممكن تشرح للناس الناس دي كبيرة قد إيه وقوية قد إيه؟ يكفي إن إحنا نقول فكر في أي اتنين منافسين في رياضة واحدة، فكر في الأهلي والزمالك، فكر في ريال مدريد وبرشلونة، فكر هنا في أرسنال وتوتنهام مثلا، هما بالظبط بيمثلوا نفس الفكرة، اللي هما شركتين كبار جدا، كيانين كبار جدا، ماتشروم وكوينزبري، كل منهما عنده الملاكمين بتوعه، عنده الرياضيين اللي بيوقع معاهم من سن صغير جدا، بيحاول انه يراهن عليهم ان هم دول ابطال العالم المستقبليين. ادي هيرن ورث المهنه دي عن والده، فاملي بيزنس بقى، يعني بقى لنا عقود 60 او اكتر من 60 سنه الشركتين دول والكبار في عالم الملاكمه بيرعوا الاسماء الصاعده وبيوصلوا بيهم لانهم يبقوا ابطال عالم. السنه دي او المشهد دوت عندنا ادي هيرن مع أنتوني جوشوا، فرانك وورن مع دانيال دوبوا، الرهان ما بين المخضرم وورن بيراهن على الشاب دوبوا، والشاب إيدي هيرن بيراهن على أنتوني جوشوا. المنافسة بين الاثنين يعتبر يعني وصلت لذروتها مع موسم الرياض، لأنه في السابق كان صعب جدا نجمع الاثنين في نزال واحد، في إيفنت واحد، إن هم يجتمعوا ويقدموا ملاكميهم في نزال واحد. وصلنا ان احنا موسم الرياض قدم 5 فيرسس 5، كل واحد منهم اختار خمسه يلعبوا ضد الخمسه التانيين، والنتيجه ما كانتش لصالح ايدي هيرن على الاطلاق. فرانك وورن تفوق ساحر في الايفنت اللي اقيم في الرياض، واللي هو بيقول ان هو حابب يعوض من خلال انتوني جوشوا، وان كانت لديه فرصه للتعويض فهي من خلال انتوني جوشوا، لكن المنافسه بين الاثنين دايما كانت محتدمه. ايفنتات